سؤال آخر المطلوب هو أحسب المساحة المحصورة ما بين المنحني y تساوي 8 ناقص x تربيع and y تساوي x تربيع واللاينز x تساوي ناقص 3 and x تساوي 3. الخطوة رقم 1 لإيجاد المساحة المحصورة، أولا لازم أرسم هذه الكيرفات، أحدد نقاط التقاطع مالتهم حتى أوجد حدود التكامل. فسخلي أرسم الدالة، أولا هنا عندي y تساوي لنا x تربيع، هذه الدالة خلي أرسم هذه، أعتبر أنه هذه هسه هنا x y plane، هذه x y plane، هذه y تساوي x تربيع بارابولا بهذا الشكل، هذه y هالشكل y تساوي x تربيع. زين الدالة الثانية اللي هي y تساوي 8 ناقص x تربيع، يعني أقدر أكتبها هي عبارة عن ناقص x تربيع زائد 8. زين الناقص x تربيع هي x تربيع بها reflection، فبالتالي هذه بهذا الشكل، هذا x مالتنا هذه بهذا الترتيب، هذه y تساوي ناقص x تربيع. زين شنو بعد بها؟ هي صاعدة بمقدار شنو بها؟ شفت للأعلى بمقدار 8، فراح تكون الرسم مالتها بهذا الشكل، خلي افترض انه هذه 8 فراح تكون بهذا الترتيب، هذه راح تكون هي عبارة عن y تساوي 8 ناقص x تربيع. زين احتاج انه احدد هسه التقاطع ما بين هذه الدالة وهذه الدالة، فخلي اساوي الدالتين، خلي اساوي الدالتين، يعني 8 ناقص x تربيع تساوي x تربيع، او من عدها راح يصير عندي انه 0 تساوي 2 x تربيع ناقص 8، او 0 تساوي استخرج 2 يبقى عندي x تربيع ناقص 4، وتساوي 0 يساوي 2 هذه x ناقص 2 و x زائد 2، ومن عدها راح يكون عندي اما x تساوي سالب 2 او x يساوي موجب 2. فخلي احدد هذول النقاط التقاطع اللي هي هذه نقاط تقاطع، هذه النقطة هذه هنا سالب 2 وهذه مقابلها راح تكون موجب 2. زين بعد شنو عندي بالسؤال؟ هو محدد لي انه عندك التو لاينز x تساوي ناقص 3، فاذا افترضنا هذه الناقص 2 خلينا نفترض انه هذه الناقص 3 وهذه الموجب 3، فخلي اوصل بيناتهم هالشكل، يعني هذا اللاينز اللي هنا اقول هذه مقداره x تساوي ناقص 3، وهذا اللاينز اللي هو بهذا الشكل هذه x تساوي 3. زين هذه هنا هو بهذا الترتيب، فهسه شنو نضاف عندي؟ نضاف انه لازم احسب هذه المساحه، هذه اضافه لهذه المساحه اللي هنا، نضاف انه هذه المساحه. فهسه حدود التكامل مالتي راح تكون اولا من ناقص 3 يعني من هذه النقطه لناقص 2 احتاج انه احدد من التوب ومن البوتوم، فمن ناقص 3 لناقص 2 عندي من التوب الداله الاعلى هي الاكس تربيع، هذه هذا الاعلى خلال هذه الفتره، ومن الاقل هذه، فخلال هذه الفتره من ناقص 3 الى ناقص 2 هذه راح تصير هي عباره عن التوب، وهذه راح تكون هي عبارة عن البوتوم. فإذا نقول هسه التكامل مالتنا المساحة المحصورة أي تساوي تكامل من ناقص 3 إلى ناقص 2 من الدالة الأعلى هي x تربيع ناقص الدالة الأقل اللي هي 8 ناقص x تربيع dx زائد للفترة من ناقص 2 إلى 2، من ناقص 2 إلى 2 من هذه الفترة إلى هذه الفترة منه راح يكون الأعلى؟ بالعكس راح تتغير الدالة، راح تصير هذه هي التوب وهذه راح تكون هي البوتوم، فراح يكون حدود الدالة التكامل مالتي راح تكون هي بالفترة الثانية من ناقص 2 إلى موجب 2 الدالة مالتي 8 ناقص x تربيع ناقص x تربيع dx زائد للفترة من 2 من موجب 2 إلى موجب 3، هذه الفترة من موجب 2 لموجب 3 راح ترجع الدالة مالتي الـ x تربيع تصير هي الأعلى، والدالة الثانية اللي هي 8 ناقص x تربيع تصير هي الأقل، فراح يصير عندي x تربيع ناقص 8 ناقص x تربيع dx.
هسا خلي انتبه ان هنا عندي حدين متماثلين بالتكامل، يعني من ناقص 3 ناقص 2 ومن موجب 2 لزائد 3، هذه اقدر انه اخذ واحد من عندهم وضربه في 2، يعني راح اقدر اقول انه قيمة التكامل اي او المساحة المحصورة تحت المنحنى تساوي هي 2 في التكامل من ناقص 3 الى ناقص 2 لأكس تربيع ناقص 8 ناقص أكس تربيع دي أكس زائد تكامل من سالب 2 إلى موجب 2 ل 8 ناقص أكس تربيع، هذه ناقص أكس تربيع دي أكس، وحل هذا التكامل واستخرج مقدار قيمة